أمن. ورفراج عثمان الفقيد الشيخ أبو عمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بعد صلاة الجمعة بمقبرة سيدي فرج والذي وافته المنية بالعاصمة، وسط حضور شخصيات سياسية وأدبية التي لم تفوت واجب العزاء إكراما لما قدمه الفقيد للفكر والوطن. الله يرحمه برحمته الواسعة، هو أستاذنا جميعا، هو ساهم كثير في النهضة الفكرية والفقهية، وساهم في تكوين الأجيال من المدارس الابتدائية وصولا إلى أعلى مستويات الجامعة. عدد من رفقاء المؤرخ والأديب الراحل أجمع أن الفقيد وهب حياته من أجل إشاعة العلم والمعرفة، وأحد أقطاب الفكر في الجزائر وفي الحقل الثقافي، وإن عالم الفكر والثقافة فقد أحد أقطابه. قضى المغفور له عليه رحمة الله حياته كما قلت في من أجل العلم ومن أجل الثقافة، وكانت له مواقف جليلة، ولم يخضع كما قلت في قبل حتى للضغوط التي كانت تمارس عليه من حين لآخر. الفقيد كان من مؤسسي الكشافة الجزائرية الإسلامية وأحد رموزها، نضال فكري حافل ورصيد هام من الأعمال الفكرية تركها المرحوم، حيث دافع عن القضية الوطنية إبان الحقبة الاستعمارية وأثناء حرب التحرير، وقد ألف العديد من الكتب التي تؤرخ لمسار الثورة، كما اشتهر بغزارة علمه وفكره وثقافته الواسعة من خلال تقلده لعدة مناصب هامة.